ماي كيدز، وحشتوني جدا النهارده معنا مع حلقه جديده من برنامجنا اي بي سي فور كي جي، واللي هناخد فيه ليتر جديد. بس قبل ما نبدا احب اشكر كل اصحابنا اللي بعتوا لي رسوماتهم الجميله، بعتوا لي اعمالهم الفنيه على الصفحه وفي رسائل، وعلى فكره انا علقت عليها وقلت ان هي جميله جدا واحلى كمان من الحاجات اللي انا بعملها. بشكركم جدا، ويا ريت تفضلوا كده تتفاعلوا معانا دايما. يلا بينا نبدا ليتر جديد، يلا بينا. Hello my sweet kids. Today we learn new letter. Letter D. Letter D. This is letter D. Capital D. And this is small D. Okay? The sound of letter D. 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 The sound of letter D. 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 Dog. D. D. Door. D. D. Duck. Again, this is capital D and this is a small D. The sound of letter D. 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 Dog. D. D. Door. D. D. Duck. Okay? Okay. Miss Rania. Miss Rania. Who are you? I'm letter A. What? A? No. Okay. I'm letter B. Oh no. It's wrong. Okay. I'm letter C. No. You are letter D. My name is D. Yes, your name is D. Yes, my name is D. Okay, you are a nice letter. Thank you, Miss Rania. Goodbye. Bye. ودلوقتي معادنا مع الكتابة. زي ما تعودنا كل مرة هنبدأ نكتب مع بعض ونتعلم ازاي الليتر هيكتب بطريقة سليمة. ركزي معايا يا مامي بالذات حضرتك ومعاكي الطفل او بنتك او ابنك، ونبدأ نشتغل مع بعض ونشوف هنكتب ازاي. الكتابة سهلة، بس مشكلتها ان احنا بنستعجل على الطفل ان هو يكتب بسرعة. لا، على مهلي مرة واثنين وثلاثة، ولو فشلنا خالص ان هو يكتب اللتر سواء كابيتال او سمول ممكن اعمل له نقط بسيطة جدا يمشي عليها ويجرب مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده خلاص هو هيبدأ يتعود لوحده. ومسألة النقط دي مهمة جدا للاطفال اللي هم عندهم 3 سنين. ناس كتير بعتت ليا وسألتني على الصفحة والرسائل، يعني اللي عنده 3 سنين ده ازاي هيكتب او مش قادر يكتب. هو مش لازم يكتب، بالعكس ده هو عنده الحصيلة اللغوية بتبقى عالية جدا لو انا استعملت معاه الشفوي اكتر من الكتابة. ده حاجة مهمة جدا ان انا اعلمه الحرف ده عليه كلمة ايه، دوج يعني ايه، كات يعني ايه، كده يبدأ يتعلم اكتر من الكتابة. وعشان اعلمه الكتابة اعمل له نقط في الاول وسهل الموضوع وخليه بسيط. نبدأ دلوقتي نشوف مع بعض اللتر الجديد اللي احنا هناخده اللي هو لتر دي، ونشوف مع بعض هنكتبه ازاي. اول حاجة لتر دي بيتكتب زي ما تعلمنا، هذه النقط اهي، ادي نقطة على السطر اللي فوق وانزل عصاية وتقف تحت، بعدين ليه بطن كبيرة. صح؟ سهل خالص وبسيط مفهوش اي حاجة. دي كابيتال. د. دي كابيتال. كمان مرة. ايه رأيكم؟ كمان مرة. نقطة وادي العصاية وقفت على السطر اهو، دي أول خطوة، وبعدين البطن الكبيرة ادي الخطوة التانية. بسيط وسهل خالص. ودلوقتي هنكتب مع بعض letter D small. بسيط وسهل بس عايز تركيز شوية. نبص مع بعض كده ونشوف ميس راني هتكتبه ازاي. D small جوه السطرين الدي السمول زي السي اهي، خلاص ابدا اطلع بالعصايه بتاعتها فوق وانزل تاني واعمل لها ديل صغنن
دي سمول. كمان مرة. كمان مرة. زي letter C جوه السطرين. وبعدين زي ما انا كده اطلع بعصايا لحد فوق وانزل تاني واعمل لها ديل صغير. كمان مرة. letter D small زي letter C كده اهو. اول حاجة هعملها زي letter C وبعدين اطلع بعصايا لحد النقط وانزل تاني واعمل له ديل صغير. اخر مرة. ادي الحرف دي سمول لتر دي سمول اهو. اطلع تاني بالعصاية اهي واقفنا عند النقط. ابدأ انزل تاني واعمل له ديل صغير. تمام كده. يبقى انا كتبت اللتر كده زي السي سمول اهو. وبعدين طلعت بالعصاية لفوق وبعدين نزلت تاني وبعدين عملت الايه الديل بتاعتي. تمام كده. يبقى انا كده خدت لتر دي كابيتال and letter D small. تمام؟ ورجعنا تاني لنفس الفقرة الجميلة اللي انتوا كلكم بتحبوها وهي فقرة الرسم والألوان. يلا بينا كده نرسم letter D النهاردة ونشوف شكله ايه. letter D هنعمل له كده, هنعمل له ايدين كمان وعينين يمثل لنا. ايوه زي كل مرة. واشوف صوركم. ادي D. طب ايه هنعمل من جوه كمان واحد. واحد نعمل واحد جواز قمر كده. الله جميل خالص. نعمل له بقى ايه. ادي اي اي. الله. نوز ماوث. الله وبيضحك وجميل خالص. نعمل له ليج ليج. الله. ونعمل ايه كمان. نعمل هيك نعمل له طاقيه. نعمل له طاقيه كبيره طالع منها كور. الله شكلها جميل. تعال نلون الكور كده. لونها احمر. الله شكلها جميل خالص. ايه كمان. نعمل الهات بتاعته او الطاقية بتاعته لونها ازرق. انتوا اكيد عندكم الوان احلى من الالوان بتاعتي وهترسموه احلى. شوف بقى مين الشاطر اللي هيرسم لي احلى ويلون يبعت لي الصورة عشان انا بحب الصور بتاعتكم خالص تبقى جميلة. ايه ده, ده لابس هات. الله. بص كده مع بعض احنا خدنا الدي سمول. دي سمول. بص كده هنعمل من دي سمول بطة جميلة وزقننة وحلوة خالص. بص كده معايا اشوف بقى مين اللي هيعرف يرسم البطة الجميلة دي. ادي سي. احنا مش احنا كتبنا دي كده قلنا ان هي زي السي الصغيرة اهو. ده دي سمول. بص كده مثلا هتعمل ايه. دي عملنا كده ونعمل ايه دايرة كده ونعمل من هنا من ار وعين. الله جميلة. بص بقى هنعمل ايه. اعملها ليك انا كمان ونقفلها كده عشان البطة رجليها عاملة كده. نعمل لها ديل صغير. نعمل لها هنا ايه كده. ادي وينجز تو وينجز. هنا ده وينج يعني جناح وطبعا في جناح الناحية التانية. ايه رأيكم كده بقت ايه. دك. دي دك. دي دك. ايه رأيكم في الرسمة الجميلة دي. اشوف مين بقى هيرسمها وهيلونها بقى. تعالى على الاسكول. D D D, this is letter D. D D D, this is letter D. D is for duck, D D duck. D is for door, D D door. D D D, this is letter D. D D D, this is letter D. D is for duck, D D duck. D is for doll. D D doll. D D D, this is letter D. D D D, this is letter D. ودلوقتي معادنا مع الفقرة الفنية اللي كلكم بتحبوها ونستمتع فيها مع بعض بأشغال جميلة وحلوة بنقدمها هدايا لماما أو بنعمل بيها أي أشكال جميلة بنحبها.
يلا نشوف هنعمل ايه النهارده. ودلوقتي هنبدا شغلنا مع بعض، وزي ما تعودنا دايما لازم ادواتنا كلها تكون موجوده قدامنا. اول حاجه هيبقى هنجيب النهارده ورق الكانسون، ودايما بنشتغل عليه عشان بنرسم عليه. الالوان بتاعتنا الفلوماستر، عندي الفوم جلتر، وده هنلاقيه في المكتبه بالوان كتير ومختلفه. انا عايزه بس شريطه واحده زيها، ومعايا كمان مسدس الشمع. وقلنا قبل كده ان مسدس الشمع تاني انا ما بستعملوش لوحدي عشان خاطري، عشان ما حدش يتعور او يحصل مشكله، لازم مامي تساعدنا فيه. تمام، ونبدا بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنبدا مع بعض. اول حاجه هنعملها هنرسم ليتر دي زي ما احنا اتعودنا نكتبه. ليتر دي كبير، كابيتال، ادي ليتر دي. هنعمل واحد تاني جوه كده صغير شويه زي ما احنا شايفين كده. تمام، وبعدين نبدا نقص الليتر. طبعا المقص لو ما فيش عندنا المقص بتاع الاطفال الصغير اللي ما فيهوش حديد كده، خلاص يبقى مامي هي اللي هتقصه لنا، واحنا نبدا نساعدها. كده انا عملت ليتر دي. طيب هنجيب بعد كده الفوم جلتر بتاعنا ونعمل نقص منه مثلثات بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده، مثلثات كتيره. وبعدين نجيب مع بعض اللون التاني، نبدا نعمل برضو مثلثات كده بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان ايه؟ هنلزق بعد كده المثلثات دي على الليتر. وعلى فكره الفكره دي في واحد صاحبنا السكوله بعتها لنا، كانت جميله خالص من اصدقاء السكوله، انا حبيت اعملها النهارده عشان تشوفوها. نجيب بقى مسدس الشمع ونبدا مع بعض كده زي ما احنا شايفين، وبعدين نبدا نلزق المثلثات بشكل جميل ظريف، هتديني شكل حلو خالص. نكمل مع بعض. الواحد بقى يعمل بالشكل اللي يريحه بحيث انه في الاخر يدي شكل جميل. كده ده شكل ليتر دي بعد ما عملناه بالفوم جليتر. على فكره ممكن كمان يا اولاد نحط له عنين زي ما بنعمل دايما مع الليتر عشان يبقى شكله جميل. ممكن نعلقه في اوضتنا، نحط هنا ايه وهنا كمان. نبدا نجيب الايس بتاعتنا، دي اي، ادي كمان اي، ممكن نعمل له ماوس شكله جميل خالص بالماوس. نقص مثلا جليتر على شكل ماوس جميل زي ما احنا شايفين كده. وبرده هنعمل هنا ايه الماوس بتاعه، ونحطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده نكون خلصنا ليتر دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على فكره ممكن نعلقه في اوضتنا
ويبقى شكل جميل خالص. وكل واحد ممكن يعمل اللتر بتاع حرف اسمه ويبدأ يحطه في اوضته ويبقى شكله حلو قوي. ايه رأيكم؟ وبكده نكون انتهينا النهاردة من حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية. ويا ريت تبعتولي زي ما تعودنا الحاجات الجديدة اللي احنا بناخدها من اعمال فنية ومن تلوين ورسومات، تبعتولي على الصفحة علشان اشوف شغلكم الجميل. ويا رب نكون استفدنا النهاردة مع بعض. اشوفكم المرة الجاية على خير. باي.